يلي موجودين معنا اليوم بالكنيسة المباركة ويلي عم بتشوفونا عبر وسائل الإعلام بالعالم كله سوا، تحية بالرب يسوع. اليوم الكنيسة بتعيد تذكار الموتى المؤمنين، والكنايس بتغص بالأشخاص يلي بيجوا حتى يقدموا نوايا على نية موتاهن يلي انتقلوا من هالحياة وصاروا موجودين فوق بأحضان الرب. وكلنا على هالطريق ماشيين، لأن الموت هو محطة، وهالمحطة كل إنسان فينا قد ما بيكبر شأنه وقد ما يعظم شأنه لابد أنه يشرب هالكاس، ولابد أنه يوقف هالوقف قدام الله ويسلم الوزنة يلي ربنا عطاياها. يا بيقول له الرب: كنت أمينا على الكثير على القليل، سأقيمك أمينا على الكثير، ادخل فرح سيدك. يا أما بيقول له: أنت ما عملت شيء بحياتك، اذهب إلى النار الأبدية. وهيدا مش مجرد كلام، هيدا حقيقة. السؤال يلي بينطرح: ليش الموت؟ ومن أين إجا الموت؟ وليش هالموت هيدا بيظلم الناس والأشخاص يلي منعيش نحن وياهم هيك بلحظة بيروحوا بفلوا؟ وين بيروحوا؟ كيف بيروحوا؟ شو بيصير بالموت؟ هو كلهم أسئلة منحاول نحن أنه نطرحها، ومرات كتير ما بيكون في عنا أجوبة عليها. الموت، كلمة موت ظهرت بالكتاب المقدس أول مرة من بعد خطية آدم وحواء. يعني قبل الموت بيقلنا الكتاب المقدس أنه ربنا ورأى الله أن ما خلقه جميل. فإذا الموت مش ممكن أنه يكون مع الجمال. فإذا ربنا لما خلق هالدنيا لم يخلق الموت، ربنا خلق كل شيء حلو. وإذا نحن بنعتبر أنه الموت هو شيء بشع، فإذا مش مصدره الله، مين مصدره؟ الموت مصدره الإنسان، والموت مصدره الخطية يلي عاشها الإنسان بعيدة عن الله. وكلمة خطية فيها خمس حروف. حرف الخاء هي خبرة بعيشها الإنسان، حرف الطه بعيدة عن طاعة الله. وهالخبرة يلي بعيشها الإنسان بعيدة عن طاعة الله، حرف الياء بتسبب له يباس. مشان هيك المسيح بيقول: أنا الكرمة وأنتو الأغصان، وكل غصن بيكون فيي هالغصن هيدا الموية بتوصل له وبيضله عايش، وكل غصن بيبتعد عني يقطع ويرمى في النار ويحترق. فإذا هي خبرة بعيشها الإنسان بعيدة عن طاعة الله بتسبب له يباس، وسبب هاليباس وهالخبرة البشعة شغلتين: حرف الألف أنانية، وحرف التاء تكبر. هيدي هي الخطية، وهيدي هي الخطية يلي عاش آدم وحواء، وهيدا هو الرفض وفعل التكبر يلي عاشوا آدم وحواء ضد الله. لأنه بيقلنا الكتاب المقدس إنه آدم وحواء قبل الخطية كانوا يسمعوا صوت الله، كانوا يمشوا هني والله، يحسوا بخطوات الرب وبدعسات الرب. إنما من بعد ما خطي آدم وحواء، أول شغلة حسوها إنه عريانين، مع إنه كانوا عريانين قبل، بس العراء يلي كان موجود عندهم ما كان يخلق لهم مشكلة. فلما سمعوا صوت الله استحوا وتخبوا وجابوا ورق التين وغطوا حالهم، لأنه حسوا أنه هن عريانين. عريانين من شو؟ عريانين من محبة الله، عريانين من عطف الله، عريانين من الجمال يلي ربنا عطاهن إياه. حسوا قديش هن صغار قدام جمال الله وعظمة الله، مشان هيك حاولوا أنهم يتغطوا. أول كلمة بيقلن إياها الرب: ليش عملتوا هيك؟ ربنا مش بيجي بيفتري على الإنسان،
كانت الدينونة الأولى إذا بدكم لآدم وحواء. قال له لآدم ليش عملت هيك؟ قال له أنا ما خصني هي. أنت يا حواء ليش عملت هيك؟ قالت له أنا ما خصني الحية. وهون كان الحكم الأول. الحكم الأول يلي بيقوله الرب، هون منشوف عدل الله، محبة الله وعدل الله. يعني هذا ما هو منشوف إنه الله إله كله محبة، بس بنفس الوقت الله هو إله عادل. أول كلمة بيقول لهم لآدم وحواء بيقول لهم موتا تموتون، دخل الموت. ولما دخل الموت يعني دخل الوجع، يعني دخل الألم، يعني دخل الضعف البشري اللي بده يمرق بحياة الإنسان، يعني انحدت سنين الإنسان. فإذا الإنسان مرق بمرحلة جديدة فيها الإنسان بده يموت. وأول موت وين كان بالعهد القديم؟ كان جريمة. لما قايين بيقتل خيو هابيل، بيقتل خيو، أول موت كان جريمة، جريمة قام فيها الإنسان، الإنسان يلي ضعف، الإنسان يلي ابتعد عن الله. فإذا هالموت هذا دخل على حياة الإنسان، وكيف الإنسان بده يخلص من هالموت؟ وهون بلشوا يخترعوا، بلش العقل البشري يخترع، والعقل البشري بلش يفكر، وطلعوا بعدة أفكار. مش رح أقول كل الأفكار يلي كانت موجودة، رح انتقل أنا دغري على أيام يسوع المسيح. كان في طيارين، تعبتوا؟ أو حلوين ما بتعرفوهم مش هيك؟ على أيام يسوع المسيح كان في طيارين، كان في طيار يسموهن الفريسيين، وكان في طيار اسمه الصدوقيين. الفريسيين كانوا يؤمنوا بالموت ويؤمنوا بحياة تانية، بس الصدوقيين ما كانوا يؤمنوا بالحياة التانية، إنه الإنسان بينتهي مثل البسينة، مثل الكلب، مثل أي حيوان. الإنسان خلص طالما انتهى من هالدنيا راح. وهودي اللي بيأمنوا فيهم شهود يهوى اليوم مثلا، هيدا الإنسان بالنسبة له مثل البسينة اللي بيربيها، لما بينتهي. فإذا كان لابد إنه الإنسان يخلص من هالموت، بس كيف الإنسان بده يخلص من هالموت؟ مشان هيك كان لابد إنه يسوع المسيح يتجسد. من هو يسوع المسيح؟ هو الله، هو الله. يعني لابد من إنه الله يلي خلق هالإنسان، يلي أعطاه لهالإنسان الحياة، يرجع يرد له الحياة، لأنه ما ولا أي بشر بيقدر إنه يرد الحياة للإنسان، لأنه كلنا خطأ. فإذا كان لابد من إنه يكون آدم الجديد هو يسوع المسيح الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، يلي تجسد وأخذ طبيعتنا البشرية وأخذ اسم آدم، آدم الجديد. والصورة هي ذاتها. لك شو حلو، شو قلنا نحن بعد خطية آدم؟ آدم شاف حاله عريان، وبموت يسوع المسيح كان عريان. يسوع المسيح كان على الصليب عريان، إنما عري يسوع المسيح على الصليب كان هو حتى يلبس آدم، هالإنسان يلي كان الموت بالنسبة له شيء مش مفهوم، شيء غامض، حتى يقول يسوع المسيح الكلمة يلي قالها لمرتا أخته لعازر لمن إجت لعنده، قالت له لو كنت ها هنا لما مات أخي، قال أتؤمنين؟ أنا القيامة والحياة، من آمن بي، لكو هالكلمة اللي بتخرب الدنيا، من آمن بي وإن مات فسيحيا. أوف، من آمن بي وإن مات فسيحيا. ما الموت؟ ما حدا عارف شو هو. فإذا مين اللي عطى الهوية للموت؟ يسوع المسيح. فإذا إذا أنت تؤمن بيسوع المسيح أنت لا تموت. إذا أنت موجود مع يسوع المسيح أنت بقيامتك، يلي بموتك، موتك هو قيامة. مشان هيك نحن بنآمن إنه الإنسان بيولد ثلاث ولادات. الولادة الأولى هي الولادة البشرية، وثلاثتهم موت وثلاثتهم حياة. الولادة الأولى يلي بيموت الإنسان لما بيكون ببطن أمه. لما بده يطلع من بطن أمه بده يموت، بيموت عن العالم يلي كل شيء موجود فيه، عن الأكلات يلي بيوصلوا له، عن أمه اللي بتغنجه، عن أمه اللي بتهتم فيه، وبيطلع على العالم بيموت وبيعيش.
مشان هيك بنشوف انه هذا الولد بيبكي بيبكي، بس نحن بنضحك، نحن بنضحك لانه دخل على عالمنا طفل جديد. الموت الثاني كمان هو موت وقيامه. نحن لما منعمد هالولد منحط ثلاث مرات مي على راسه او منغطسه بقلب المي، شو معناتها؟ معناتها المي ترمز الى الموت. نحن لما منغطسه لهالولد او منحط له على جبينه، معناتها نحن عم بتموت عن الحياه الادميه. الادميه مش الكويسه، الادميه يعني جده ادم، عن الحياه الادميه، وانت عم تنطلق للحياه الجديده، الحياه المسيحيه. يعني انت صرت مع يسوع المسيح، يعني انت لا تموت بعد اليوم. مشان هيك الولد بيبكي لانه مش فهمان شيء، بس احنا بنضحك. مش رح فوت انا بقصه العمادي والبرباره يلي صرنا نحن نعملها، لانه العمادي ما دخلش بقى بالعمادي وما دخلش بالمعنى الحقيقي للولاده المسيحيه، صارت برباره. صارت برباره، مين بيقصر اكثر ومين بيعرض جسمه اكثر؟ مش هيدا موضوعنا. فاذا الولد بيبكي ونحن منضحك، وفي عراب وعرابه هن بيشهدوا له انه نحن منشهد انك انت بدك تعيش حياه يسوع المسيح، حجر حي من حجاره الكنيسه. بيبقى الموت الثالث. الموت الثالث لما كل واحد منا بيموت منحطه بهالتابوت ونحن منبكي وهو بيضحك. نحن منبكي، منبكي على حالنا، وهو لما بيضحك بيضحك لأنه هاي هي الحياة يلي وعدنا فيها يسوع، اللي من قال أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. فإذا هذا الإنسان المؤمن يلي حياته كلها سوا كانت مع يسوع، نحن مش لازم نبكي عليه، بنبكي عليه ومنلبس أسود بشريا، بس بالواقع نحن عم نبكي على حالنا. نحن عم نبكي على حالنا لأنه نحن بعد ما وصلنا لهالمرحلة هاي يلي هي البقاء مع يسوع المسيح، الحياة الأبدية يلي أنا بدي أعيشها مع يسوع المسيح. فإذا هيدا هو الموت الثالث. مشان هيك بيقول من آمن بي وإن مات فسيحيا. نحن بنكتبها على ورقة النعوة وما بنعرف شو معناتها، قالوا نكتبوها بنكتبها، وبيجي هذا الحنوتي وكتبهم كوبي بيست، بيشيلوا بحط، بيشيلوا بحط مين المرحوم، يلا بحط المرحوم، بحط عائلته، ومن آمن بي وإن مات فسيحيا. بس هيدي كثير مهمة، هيدي أساس حياتنا المسيحية. يعني أنا عم بشهد إنه هذا الإنسان كان مآمن بيسوع المسيح، وأنا عم بشهد إنه هذا الإنسان رايح لحياة أفضل، لحياة وراء الله أن ما خلقه جميل. عم بيرجع يعيش جمال الله بالحياة اللي عم بيعيشها مع الله. فإذا هذا هو الموت بالنسبة لنا. طب ليش بيموتوا الشباب؟ يعني الله مش عادل. حتى قلكن ليش، رح خبركن هالخبرية. بخبروا عن هوني ضيعة فيها مرة عاطلة ما بتسوى، وفي مرة قديسة، واثنيناتهم كانوا مرضى، والمرض تبعهم هو المرض بنسميه نحن هداك المرض، ما بنقرب نسميه للسرطان. فاثنيناتهم في معهم سرطان، فثاقبت انه المرأة اللي ما بتسوى هي صحت، والمرأة المنيحة يلي لازم تصح بنظرنا نحن ما صحت، ماتت. بيحملوا حالهم الشباب وبيروحوا لعند الأبونا بيقولوا له يا أبونا الله تبعك مش عادل. قال له ليش؟ قال له طب كيف يعني المرأة العاطلة بتضل عايشة والمرأة المنيحة، هيدي المرأة يلي بتروح؟ قال لهم رب، قال لهم الأبونا طب ليك، وأنا بدي أسألكم سؤال، إذا قالوا لكم جاي لعندكم شخصية مهمة وأنتم في عندكم جنينة، وهالجنينة هيدي مليانة بالورد، أنتم بتقدموا له شيء الوردة المطبقة؟ قالوا له لا. قالوا لهم أي وردة بتقدموا له؟ قالوا له منقدم له الوردة المفتحة. قالوا ليش؟ قالوا له لأنه الوردة المفتحة هي يلي فيها عطر حلو، هي يلي صارت جاهزة إنه تنقطف تتقدم لهالزلمة. قالوا هي حياتنا، حياتنا هي مثل الورد. نحن اللي بعدنا عايشين، نحن اللي بعدنا عايشين عايشين لأنه بعدنا ورد مطبق. نحن عم نفتح شوي شوي،
ورح يجي الوقت انه ننقطف، ننقطف لما منصير جاهزين. فانا اذا فقدت شاب، انا اذا فقدت صبيه، انا اذا فقدت ولد، اذا فقدت ختيار، لانه هالاشخاص هودي الحياه والايام يلي نحن منعدها على الارض، انما ما بتنعد عند الله. ربنا ما في عنده زمان، وما في عنده الزمان غير موجود عند الله. هيدا الانسان كان جاهز انه ينقطف ويتقدم للرب. فاذا نحن مشان هيك نحن بنبكي على حالنا، لما بنكون عم نبكي على الشخص يلي بنكون عم نودعه، بنكون نحن عم نبكي على حالنا، لانه نحن بعد ما صرنا جاهزين انه ننقطف ونتقدم للرب. مشان هيك هيدي هي قصة الموت، وهيدي هي قصة الحياة مع الله. إن شاء الله اليوم أنتوا اللي جايين يمكن حزنانين، وأكيد حزنانين، كلنا بالنهاية منحزن وكلنا بالنهاية منبكي، بس نحن اليوم بدنا نفرح لأنه صار في عنا أشخاص موجودين فوق بالسماء عم يتنعموا بمجد الله السماوي. هو يلي وعدنا أنه على لسان مرغولوس أنه فوق ما في وجع، فوق ما في ألم، فوق في فرح دائم بالتنعم برؤية وجه ربنا. إلو المجد للأبد. آمين.